استحاله طبعا حد ينفع يعدي من هنا. بس لو فرضنا يعني ان احنا جبنا راجل قد كده ورفع كده وعدى من هنا، هيلاقي قطه مستنياه. ايه يا بيبي، ايه يا بيبي، ايه يا بوش، يلا يا بيبي جاهزين. هعدي من على السلك الشائك وهعلق المشابك. طيب انت المفروض ان انت هتنزل هتنام على بطنك، هتيجي جري من هناك، تقوم نايم على الارض، جري كده، حاسب حاسب بشويش بشويش. انا بشرب ملك وبعدي من السلك وما بيهمنيش حد، وما بيهمنيش حد، اي حاجه ما بتفرقش معايا، اي حاجه ما بتفرقش معايا. كابتن ملاح اثبت زي ما انت، اثبت زي ما انت. لا انا بخاف منهم. تعال خايف من ايه؟ رد عليا، حضرتك خايف من ايه؟ امال ايه طيب؟ ما انا عملت الدور اللي حضرتك قلت لي عليه. فاضل لسه، فاضل لسه بقيته الفينش بتاعه الاخر. ايه طب الفينش. انا ذنبي ايه انا لما كلبي يقضيني؟ انت لما بتمحر البتاع مش بتدي فينش، بتدي وش نظافه؟ يعني انا ماليش دخل بالقصص دي، انا عملت الدور مره واحساسا السلك قصير لتحت. ده انا معليه علشانك. طب ماشي خلاص. يلا يا بيه. هتجري. صفصفها، انا مش عايز حاجه. خلاص انا هرجعت امثل. انا ما بمثلش. ما بمثلش. تعالى. لا ما انت عرفت لما بتجري هنعمل ايه. لا بلاش الكلب دلوقتي، هو لو فكر يطلع هو الكلب، فيه كلب تاني بره، ما تطلعوش كلب. تعالى طب تقول بس ده مش خروج. لا 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 تعالى بس اقول لك، تعالى اسمعني، اقول لك تعالى بس اسمعني، تعالى بس فاهم يا عم. اوعى. تعالى بس، تعالى اوعى ايدك. طب بس تعالى فاهم. اوعى ايدك. تعالى يا حمدي هقول لك على حاجه. طب اوعى ايدك. طب تعالى هقول لك على حاجه. خلاص ماشي هقول لك على حاجه. طيب اوعى يا استاذ باب خروج. باب دخول ده مش باب خروج. لا لا ما تجيبوش الكلب لو سمحتوا. خلاص تعالى انا هقول لك على حاجه حلوه. اسمع بس اسمع، ما تنشفش عليا يا حمدي عشان مش هتقدر. اوعى ايدك. طيب اسمعني بس. اوعى ايدك. انت بتزقني يا حمدي وانت كده القميص الابيض. طب احنا عملنا فيك مقلب يا معلم. ماشي ماشي. هنتفرج على الفقره دي في برنامج كومبارس ولكن توم. يلا فين الاستاذ؟ ازيك يا محمد؟ محمد بس؟ بتنهج ليه كده؟ لا لا زي الفل اهو. ها؟ زي الفل. كله تمام؟ زي الفل. تمام. عارف ايه اللي هيحصل؟ تمام. حضرتك هتجري هتقف هناك؟ هتجري، انت حافظ الجملة الأول؟ لا ما حفظتهاش لسه. ملاليش. يعني ولا حاجة وأنا بجري بس ما سمعتهاش كويس. الاستاذ مش حافظ الجمله يا استاذ خيري. طب قولها لحضرتك. خلاص انا بقى حفظتها. طب قولها له تاني بصوت عالي. انا هشرب ملك وهعدي من السلك. اشرب ملك. طب ماشي هقول وانا بجري يعني. تمام اقول وانا بجري ولا اعمل ايه؟ تمام الجمله. هشرب ملك وهعدي من السلك. مش سامعك. انا هشرب ملك وهعدي من السلك. انتوا سامعينه يا جماعه في الاوبي فان؟ طب اقولها ازاي بس فهمني. انا هشرب ملك وهعدي، انا هشرب ملك وهعدي من السلك. ماشي. انت المفروض جامد. ماشي قول. انا هشرب ملك واعدي من السلك. جميل، هو ده السلك. حضرتك هتروح هناك. اول ما اقول لك يلا هتيجي ترمي نفسك كده وتقوم معدي من تحت هنا اهو لحد بره، هيبقى في حاجه مستنياك لطيفه جدا. اعدي من هنا؟ ان شاء الله. اعدي ازاي؟ اعدي من الحته دي اعلى شويه. مش هينفع اعدي. نجرب. ازاي؟ نجرب. مش هتيجي. يلا خفيف يا ابني، الورا لفوق عادي مش هيعمل لك حاجه. يلا. مش هينفع اعدي منها. لا ينفع والله، مش هينفع بجد. طب اثبت بقى عندك عشان في كلب هيجي. كلب اساسا عشان يصور العضه. يلا العضه هاتوا. يلا يلا يا كابتن ملاح. بوش اهو 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 جري اهو. كله
عملنا فيك مقلب. ماشي؟ ماشي. حقك علينا. هنتفرج على المشهد ده في كومبارس 2. كومبارس ولكن 2. بطلنا عليه عفريت وانا عايز اخدمه واطلع العفريت. في حاجه دي اديله. يلا 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 استحمل استحمل. تعالى يا ابني تعالى. اكسسوار تعالى شيل السكينه دي. ايه ده ايه ده الدم ده يا ابني؟ اسمك ايه؟ ابراهيم عبد الغني. نام نام نام. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ لا. حافظ؟ لا. برضو الجمله ايه يا بيه؟ ما حفظوكش؟ طير طير يا عفريت طير عن ضرب المسامير. جميل. اللي قبل حضرتك دوت لقى فيه عفريت فعلا، فراح مديله في ايده. فاحنا هنكشف عليك الاول كويس؟ هو ده المشهد. فانا هحاول ان انا لو ما لقاش فيك حاجه، وانت ان شاء الله ما فيكش حاجه، هنعمل ان جواك حاجه كويس، وهنقوم ضربينك بالمسامير دي في ايدك. في كم مسمار موجود في ال 32 مسمار هيدخلوا في دراعك. لا 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 ويخرج. لا حضرتك لا دي ما فيهاش حاجه. لا حضرتك. طيب خليك قاعد دي واحده، خليك قاعد دي واحده. يا شيخ يحيى واثق ان عليه حاجه؟ واثق. زي اللي قبليه. زي اللي قبليه. جاره زعلان منه ولبسه عفريتين. جاره زعلان منه. جاره زعلان منه. لا. وبعدين؟ ومخاصم حماته. ها؟ ومخاصم حماته. ومخاصم حماته. عنده مشكلة يعني. عنده مشكلة مع حماته. يا يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم. إحنا عملنا فيك مقلب يا إبراهيم. إحنا عملنا فيك مقلب. ولا في. تعالى يا أستاذ يحيى. مزيف. تعالى. تعالى تعالى. بص بص. كومبارس ولكن تو. المشهد ده بيك. اسمك إيه؟ كريم ايه؟ تعال. صلاح. ازيك يا صلاح؟ لا يا عم انا ضربت من المسامير. لا تعالى بس. لا يلا يا اكسسوار تعالوا شيلوا لي السكينه دي وامسحوها لي، ما هو عليها دم. الراجل هيشتغل ازاي؟ لا يا عم. تعالى تعالى يا صلاح. لا يا عم. لا تعالى تعالى. لا يا عم. لا صلاح صلاح تعالى يا استاذ صلاح. لا يا عم مش همس. تعالى هعمل بيك مشهد تاني. تعالى لا يا عم. يا عم هيغير لك. لا يا عم خليني ليه. طيب لا يا عم. وعمل ايه؟ لا يا عم. طب ايه اللي حصل؟ طيب قول لي. خلينا. لا يا عم مش همس والله. ارجع يا عمرو. ارجع يا حبيبي. ايه يا صلاح؟ لا صلاح تعال. لا مش همثل انا. لا مش هتمثل ليه كده؟ لا يا عم تعالى يا عم ما تخافش. لا يا عم هعمل لك مشهد تاني. لا تعال تعال. لا تعالى بس. تعالى يا صلاح مالك خايف من ايه؟ تعالى يا حبيبي ما تخافش هشرح لك هناك. قلت لي اوكي اوكي مش اوكي امشي. هو يعني هو في حد بيجبر حد على حاجه؟ بص هيجي يعمل ايه؟ هيجي هو هيقرا عليك. تمام؟ فلو شاف ان جواك حاجه هيضطر ان هو يطلعها. هيطلعها ازاي؟ هو معاه عصايه مليانه مسامير. دي اول ما بيشوف فين العفريت جواك بيقوم طن رشقك بالمسامير في دراعك. ممكن تموت فيها. ايه رايك؟ سهله؟ لا لا ليه؟ اسمعني بس.
ايدك جنبك، ايدك جنبك. منين جاي؟ مالا مالها مالا مالها مالا مالها مالا. قول مالها مالا مالها مالا مالها مالها. ايه رايك؟ احنا عملنا فيك مقلب تمام؟ ايش رايك؟ تو كومبارس ولكن تو